جهود كبيرة يبذلها عمال محطة كفرعاية للخطوط الحديدية بحمص لإصلاح وتأهيل جميع أنواع القاطرات والشاحنات، ما يسهم باستمرار عمليات تشغيل القطارات في نقل المواد والبضائع والركاب على كامل الشبكة السككية. بشكل دوري نحن عندنا إصلاح طارئ وإصلاح دوري. الإصلاح الطارئ هو يشمل القاطرات المعطلة على قارعة الطريق، بالإضافة للإصلاح الدوري اللي هو كل خطة زمنية، كل كم كيلومتر مثلا عندنا صيانة دورية لقاطرة معينة أو لمعظم أنواع القاطرات. محطة كفرعاية هي من المحطات المهمة والمتوسطة والرئيسية في عمل معظم الخطوط الحديدية، وخاصة أنه مستودع قاطرات حمص يعتبر بالدرجة الثانية بعد مستودع قاطرات جبرين المدمر حاليا تقريبا، فحيث نقوم هون بكل أعمال أنواع الصيانات لكل القاطرات على كامل الشبكة. في عندنا خبرة بالموضوع، في صيانة بتصير صيانة دورية للقاطرات هون، ومنتأكد من طبعا بشكل يومي هي الموضوع بيصير فحص وجاهزة، وبيجينا بعطول أعطال، وهي الأعطال بدنا نعالجها يعني. واي عطل نحن بنتلافاه فورا اذا كان عطل صغير، واذا كان عطل كبير فبنقوم بايقاف القاطره وصيانتها. خدمت هنا شي 25 سنه بالسكه، هالخبره الموجوده انا بدي احاول انقلها للشباب الجدد هاي، فعم نحاول نحن حسب الخبرات اللي عندنا والمواد الموجوده بين ايدينا والسوق المحلي احيانا نستعين فيها انه نحاول نهيئ مجموعه من هالقاطرات. عملنا نحن هون بالمركز اجراء كافه الصيانات لكافه انواع الشاحنات، يعني نحن هون كعمال صيانه كرؤساء ورش عندنا بنقوم بصيانه كافه انواع الشاحنات منها المخصصه لنقل الفوسفات سواء كان جاف او رطب او الفيول محروقات وشاحنات البحص، وفي كافه انواع الشاحنات المكشوفه التي يتم تحميل عليها كافه انواع البضائع الاخرى تتمثل بمثلا ممكن تكون سلالم او اعمده بتونيه او عوارض بتونيه او ما شابه ذلك.